كل مكان. طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا متابعينا الملوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى هنا من أرضية الملعب، انتصار في الجولة الأولى وتعادل في الجولة الماضية. نستأنف الحديث عن هذه المباراة المنتظرة. والهلال هنا في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، هنا بتي لا تنسى ولقاء له أرقاما مميزة بالتأكيد. ريس بندر وحيشي هو الآخر يتواجد، النفيس سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش يلعب معاهم، سالم الدوسة. حضور جماهيري رائع منذ الوقت الباكر في مباراة اليوم. تشاهدون أيها السيدات والسادة هنا مواجهة منتظرة، الضات السوداء وعلى اليمين بالأبيض الكامل الممزوج بالألوان الزرقاء. هون لعب بينية، انفراد انفراد انفراد، ورايا وتسلل، رايا وتسلل على نادي الرائد، ضربة حرة لمصلحة نادي الهلال. طلع له من أقصى الطرف الأيمن سعود، سعود بيحاول يعدي سعود ولكن سالم مع الكرة، سالم يلعب لياسر الشهراني، عرضية أولى ويسر من جديد إلى تمريرة أمامية، وأدي المحاولة، انفراد للرائد، انفراد انفراد يا راجل يا راجل، جنبيك اثنين العب بالعرض، ولكن التسديدة بتمر إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. مرر الكرة إلى سالم، لمسة عند ألكسندر متروفيتش، يسيب الكرة إلى سالم، عدى من روبن، مر من روبن، لسه الكرة معاه، لسه معاه، مر من بونو، مر من ميشائيل مع الكرة، ميشائيل يلعب الكرة العالية، ميشائيل عند متروفيتش، ولكن هنا ميشائيل يسلم الكرة لسعود عبد الحميد، يلعب الكرة العرضية العالية، محاولة عند متروفيتش لكنها بمحاذاة القائم الأيمن وإلى جدا واتقطعت. لا زال تمركز دفاع الهلال سيء في أرضية الملعب، تمركز دفاع الهلال سيء في واحدة، ممكن حد يبقى أساسه ممكن بديل، لكن عينك على التحرك البولي من جانب من مين؟ نشوف الحذر والترقب، ونيفيز يلعب الركنية عند سافيتش لكنها بتعلى عن العارضة وإلى خارج أرضية الملعب وإلى بالجنب اليسار. مالكم عدل لنفسه كويس ورجع عند ياسر الشهراني يسدد، ياسر ولكن يحط راسه عمر جونزاليز وإلى ضربة ركنية لاعب، وركنية من روبن نيفيز حلوة عند سافيتش لكن الكرة بتتقطع. عبد الله الفهد يأمن عليها دفاع الرايد، ترجع الكرة لسالم اللي يسدد لكنها لخارج الملعب. سلامات سلامات سلامات، في تلعب الكرة العالية جوه منطقة الجزاء، ادي الكرة وادي المحاولة عند سالم الدوسري، سالم الدوسري يلعب عند روبن نيفيز لسعود عبد الحميد، سعود يسدد، سعود حلوة الكرة ولكن اندري موريارا يتصدى لها والى ضربة ركنية من نصيب الهلال. حلوة التسديدة المفاجأة من سعود، شايل مرة بسهولة مشايل، والكرة تصطدم في بطن متروفيتش، رجعت هير لمسة بالمسطرة وبالمقاس، هنا البينية ومحاولة عن من سيستجيب لإنهاء هجمات الهلال من سافيتش اللي يلعب. أمير سعيود بيتقدم، أمير سعيود تافاريس كان في موقف تسلل لكن عدى سعيود ومر من جديد، آدي هنا اللمسة عند روبن نيفيز يلعب العرض حلوة متروفيتش، متروفيتش المترو السفاح الصربي يحضر بالهدف الأول في ظهوره الأول برأسيته المعتادة. المترو وصل يا رجالة، المترو وصل يا رجالة، السفاح الصربي يسجل الهدف الأول للهلال بعرضية رائعة من نيفيز. المترو وصل يا رجالة، وصل متروفيتش، 1-0 في الدقيقة. مالكم عدى، مالكم مر، مالكم لعب الكرة العرضية، مالكم عند سالم ولكن هنا بهدف عن طريق متروفيتش لميشايل، يمرر الكرة لمتروفيتش، محاولة عند ياسر ولكن يصفر حكم المباراة، خطأ ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الهلال وإنذار، إنذار على عمر جونزاليز. هنا المرة دي سافيتش يسدد ولكن أندري موريرا يتصدى للكورة بكل هدوء. حلوة المحاولة، ميشايل لمالكم مرة تانية من جديد، مالكم طلع له على يمينه مين؟ طلع له على يمينه مين؟ سعود عبد الله في قدم ياسر لمحمد الدوسري، حافظ عليها الدوسري، قالوا يحيى سنبل استعجلوا. هنا ياسر الشهراني لكن رجعت مرة تانية عند أمير سعيود مع الكورة، سعيود يسدد لحساب الرايد، وعلينا نشاهد إثارة ومتعة. الشمال ياسر الشهراني، قلبين دفاع جحفلي وبجواره البليهي، وسط الملعب روبن، مر سالم بعرض الملعب حلوة لميشايل، ميشايل عرضية من ميشايل، متروفيتش مرة تانية لكنها تعتلي العارضة وإلى ضربة مرمى.
ضربة مرمى. شوف اللقطة اللي فاتت، شوف المحاولة من سالم عند ميشايل اللي هي روبن نيفيز. نيفيز 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 يلعب الكرة، قابل معاها جحفلي ولكنها إلى ضربة مرمى. محاولة موجودة، سومبول 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 يسدد ياسين بونو، ثم عودة من جديد ياسين بونو للمرة الثانية ينتج مرمى الهلال. شهراني شهراني أندري موريرا والشهراني مرة أخرى، وركلة جزاء للهلال، ركلة جزاء للهلال، المرتدة السريعة تأتي بركلة جزاء للهلال. ويا سالم وموريرا، موريرا وسالم بيتقدم، سالم يسجل الثاني، سالم يسجل الثاني سالم، ويروح يحتفل مع الجماهير الهلالية. الهلال يتقدم بالهدف الثاني على الرايد، 2-0 في الدقيقة 55 من علامة الجزاء. سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني عشان تبقى 2 الهلال لا شيء الرايد، 2-0 ورايح يحتفل مع الجماهير الهلالية هنا في أرضية الملعب. 2-0 يركن الكرة في نص المرمى، يروح كده للزاوية اليمنى حارس المرمى موريرا، وابدأ باسم بادو الزاكي، وهنا اللمسة المرة دي في أقصى الجانب الأيمن، ولكن الكرة العرضية سالم حافظ عليها، سالم رجع عند ياسر الشهراني اللي يلعب العرضية مرة تانية، هنا المرة دي متروفيتش ولكن يصفر حكم المباراة، فيها خطأ على الصرب. الدوري اللي بتنقله أكثر من 42 قناة على مستوى العالم، اغلب ميشايل تقدم، ميشايل حافظ على الكرة من اقصى الجانب الايمن لعرضية عالية، محاولة الوصول، تقدموا بالهدف الاول، ايه عملوا التغيير الاول هنا، برازيلي مالكوم مالكوم مر مالكوم مر مالكوم وسع لنفسه مالكوم، وهنا التسديدة والهدف الثالث، الهدف الثالث مكتوب لك يا سالم، مكتوب لك يا سالم، الحكم بيدي إتاحة فرصة وسالم يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69، سالم الدوسري يضيف الهدف الثالث، 3-0 لمصلحة الهلال. يا سلام يا سلام، قلت لك في أغسطس المواجهة الوحيدة 5-0، وهنا في أغسطس عند أمير سعيود، أمير سعيود مع الكرة، محاولة جوه المنطقة، ولكن مالكوم مالكوم يمرر الكرة على الأرض، وأدي التمرير عند ميشايل يلعب بينية، وهنا السقمسة وانتو جميلة، مالكوم مالكوم ولكن يتصدى لها حارس المرمى لنيفيز، ودي الكرة من سالم، مر سالم عدى سالم وعبد الله الحمدان على مرتين، على مرتين الحمدان يسجل الرابع، يسجل الرابع عبد الله الحمدان، مستحقة للهلال ومستحقة للحمدان، الأولى تألق فيها موريرا والثانية الحمدان جابها، 4-0 وعبد الله الحمدان يسجل الهدف الرابع لمصلحة نادي الهلال، 4-0 4-0 عبد الله.